في حاجة عايز أتطرق لها، وده عايز بقى الأستاذ مصطفى عشان معلومات كبيرة طلعها في الفترة الأخيرة أحد المهتمين بالتراث، من كبار المهتمين بالتراث السودان، اسمه الأستاذ سمير بكاب. بكاب سمير بكاب. فسمير بكاب يعني فتح الحوار حوالي في أمور شبه مستقرة عندنا. اتكلم عن الجرجار، كلنا بنقول الجرجار ده جاي نوبي، وده من اللي موجود في الجزء بتاع الفيديكات هم ازاي الجرجار، وان ده اساسا اتعمل اولا للحشمة، وتاني حاجة ان هو يعني المرأة ما بتمشي بتدارك اثر بتاعها، يعني المرأة ما بتمشي رجليه بتعمل اثار على الارض، فهي وهي بتمشي الجرجار الطويل ده بيداري الاثر بتاع السيدة اللي لابسها، وقالوا وكذا 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 وكذا. وطبعا جرجار في ناس قالوا من ايام الحرب المهدية، يعني المهم الواحد بيستبعد هذا الكلام اللي اتقال، وصف ان ده ما ظهرش الا هذا الزي الاسود، ما ظهرش الا حزنا على الاضطهاد وحزنا على هجمات الجماعة المهدية، حرقوا القرى بما فيها وعملوا. حاجة يعني ليه مبررات كتيرة وإلى آخره. ف الناقد التراثي وقال لا، الكلام اللي اتقال ده افتكاسات ملهاش صحة، وقال بالدليل ان في المتحف القومي السوداني في الدور الاول هتلقى السيدات النوبيات الملكات النوبيات لابسين الجرجار ايام ما كانت النوبة مسيحية، وجايبين برضو صورة السيدة العذراء، هو لباس الحاكمات النوبيات، فما هوش لا حديث ولا بالحاجات اللي اتقالت. وبرضو من ضمن الحاجات اللي قالها وعجبتني، أثير أو استشار بشدة أما اتكلموا عن تاريخ الممالك النوبية، فبقول مدينة كرمدين عمرها 7500 سنة، وهي اللي كانت حضارة من الحضارات اللي ظهرت في النوبة، العمر بتاعها لوحده 7500. طب ماما احنا بنقول ان قدمائنا المصريين حضارة 7000 سنة، المدينة دي لوحدها 7500 سنة. وقال حتة بقى فكرها ان الحضارة النوبية يعني المعروفة لدينا او المتداول، طبعا الاستاذ مصطفى هيكون اكثر خبرة وترجيح علمي دقيق فيها، انما هو اللي هو قاله لا احنا حضارتنا انتوا كده بتظلمونا، الحفريات الحديثة اللي حصلت من الاثريين اللي هم من مختلف الجامعات، يعني يمكن الحفريات هنا في مصر يمكن قلت بعد التهجير وحاجات كتيرة غير كده، انما هي في السودان في الجزء النوبي لحد دنجولا نشطة جدا، ويعني ما فيش سنة الا كل البعثات الاثرية دي بتشتغل. آخر حاجة اكتشفوها وتقريبا كانت بعثة أثرية فرنسية وبعثة تانية مجرية، إن الحضارة النوبية ترجع ل 45,000 سنة. فالمعلومة دي لو صدقت يعني هتحطنا أو هترجعنا لبعد تاني كبير. بالنسبة طبعا للحضارة النوبية والحضارة احنا مش هناخد وقت في ايهما اقدم، انما المؤكد ان هما كانوا حضارتين خدوا من بعض.
يستفادوا من بعض. يعني المصريين استفادوا في موضوع نظام الحكم، في موضوع دفن الموت، بحاجات كتيرة جدا، وإحنا برضو استفدنا بحاجات. إنما في الآخر هم حضرتين مكملتين لبعض، ومع عدم إنكار حق النوبل إن هي أقدم حضارة تاريخية إنسانية في منطقة وادي النيل. طبعا اتكلمنا عن الجرجار، اتكلمنا عن الاشتباكات، و يعني طبعا كنت هتكلم عن بعض المنتجات النوبية والحاجات دي نظرا لظروف الوقت وكده. وطبعا لو اتكلمت فيها هيدخل فيها الدكتور مباشر، لان هو ده تخصصه وهو المجال بتاعه. بس انا بكتفي بهذا. بالنسبه للنوبه، الاستاذ الدكتور اتكلم عن التكامل وادى مثال حي جدا في نطاق اسرته في هذا التكامل. وعلى ما اتذكر لما كنا في البلاد القديمه واحنا صغيرين، كان في حوالي 6 قرى او 6 عمد من عمد النوبه في المنطقه الجنوبيه، بنتان، جوستول، بلبانه، لحد ما نوصل لارمنا وكده. كان بيبقى ليهم الحق، بيديهم الحق في ان هو يديك حق الزياره للسودان لمده 15 يوم، و الامضة بتاع العمدة او اي عمدة من العمد دي تبقى يعني الضمانة او الباسبور الحركة. هو ما كانش طبعا في كده. والدكتور وكنا وانا شخصيا وانا صغير في منطقة النوبة مع والدتي، رحنا العمدة وخدنا هذا التصريح، ورحت مدينة حلفة وقعدنا وجبنا حاجات الشاي والحاجات اللي كانت مشهورة هناك، ورجعنا تاني. ويمكن الدكتور كمان ما اشارش ليه أبندان اللي هي يعني بتخلق التكامل بطبيعة التكامل وطبيعة إن هي يعني منتصفة بقرى الشمال الجنوبي. ما قالش حكاية الراجل اللي كان عنده بيتين دكتور، بوابة بتفتح على مصر وبوابة بتفتح على السودان، عشان ما يتعرفش حتى بتاع الجمهور يقول له أنت رايح فين؟ يحب يخش مصر يروح يكمل عمل ده. قبل التهجير. قبل التهجير في البلدان القديمة. يعني برضه الراجل ذكي جدا، و يعني ان البيت يبقى فيه على خط الحدود ويبقى ليه بوابتين، يعني حاجة يعني التكامل كان موجود. والنوبيين ميزتهم يعني نوبي يعني نوبي. ما مالناش دعوة، ما بنقعد مع بعض مصريين سودانيين ما بنتكلمش عن أي حاجة. بتكلم معاه كنوبي، ماليش دعوه بقى ايه. وللعلم كمان كل نوبي في منطقه مصر ومنطقه السودان بيحترم الدوله اللي هو فيها، ما بيقبلش ان انت تناقشه في اي شان قاصر الدوله اللي هو فيها، كنوع من الاخلاص وكنوع من الانتماء. انما انتمائنا النوبي انتماء واحد جدا وانتماء قوي جدا ولا يتزعزع. انا طبعا هكتفي بهذا القدر عشان لو خدنا بقى، انما اهميه بقى مصر ان هي البوابه، يعني النوبه هي البوابه، هي رواق افريقيا، يعني مدخل لافريقيا. عشان يبقى في اتصال في افريقيا الجنوبيه كلها لازم يبقى عن طريق النوبه. المثال على هذا الرئيس الأوغندا لما كان هنا من لحظة يعني سنة أو سنتين أو ثلاثة، اعترف بعدم لسانه، ما حدش وجهه، قال أنا كوشي نوبي أصيل. يعني فالنوبة كانت موجودة في أوغندا، كانت موجودة في الحبشة، كانت موجودة في كينيا. ويمكن أنا يعني قريب وأنا بتابع برضه الفيس وكده، جابوا يعني أقاليم في كينيا نوبيين، وكل معالم الحاجات النوبية اللي احنا بنستعملها موجودين هناك. طريقة رقصهم حتى لو هو مش بالنوبي صرف، في برضه ايه الملامح النوبية موجودة فيها.
مصر هي البوابه، مصر هي الواو اللي تربط البلدين مع بعض. ويمكن تقصد النوبه، تقصد النوبه هي الواو، النوبه. اه انت بتقول مصر، مصر والسودان في نوبه، وبعدين بتدخلك كمان على افريقيا كلها. دي هي القوة الناعمة اللي موجودة، وللأسف احنا ما استخدمناهاش او ما قدرناش استخدامها لحد النهاردة بالنسبة لنا. وقلنا الكلام ده في بداية الثورة والحملات اللي اتعملت، الوفود اللي راحت عشان تقوي العلاقات وحاجات من هذا القبيل. انا هكتفي بهذا القدر، وفي نفس الوقت يعني بنفتح المجال لسعادتكم تشرفونا بأي أسئلة، بأي تصورات عن النوبة. يعني طبعا بالنسبة للدكتور مصطفى وبالنسبة لي أو كده، لا يعني مش هنقدر نغطي النوبة، يعني عشان نتكلم في محاضرات عن النوبة، الأزياء هتاخد يوم، الفن النوبة هياخد يوم، الموسيقى النوبية هتاخد محاضرة، يعني سلسلة من المحاضرات عشان يتغطى موضوع النوبة ككل. إنما هنسمح لكم بالتداخل والأسئلة اللي انتوا عايزينها عن النوبة في أي حاجة، يعني فرصة كبيرة جدا وبالنسبة لكم وبالنسبة لنا إن الدكتور مصطفى موجود معانا وإحنا موجودين، والإعلام الكبير بتاعنا الدكتور الأستاذ كابتن دهب موجود. فأي سؤال يخطر على بالكم عن النوبة تحت أمركم هنجاوب عليه. وشكرا لكم جميعا.